قبل حرب 73 ناس كتير شككت في قدرة مصر على تحقيق النصر. بس بالإرادة والأمل وبقوة جيش مصر العظيم حققنا النصر واستعادنا الأرض. ومرت الأيام والسنين ووصلنا لمرحلة حكم الإخوان لمصر. إسلامية إسلامية. وابتدى الخوف من ليل طويل ملوش نهار. وبرضو ناس كتير شككت في قدرتنا على استعادة وطننا. المشهد كان مهيب. ملايين المصريين في ميدان التحرير والميادين الرئيسية وفي كل المحافظات. غضب عارم ورفض شعب لأخوانة الدولة وفشل حكمهم وتهديدهم للشعب. الحاجة الوحيدة اللي قدر ينجح فيها انه يقسم الشعب المصري نصين. في 30 يونيو عام 2013 وبصوت رج العالم أعلن المصريين غضبهم. مظاهرات ما بتنتهيش قام بيها ملايين أعلنوا تمردهم على جماعة الإخوان الإرهابية. وفي ظل أزمات ما بتنتهيش خرج المصريين مصممين على خلع جماعة الإخوان من الحكم مهما كان الثمن. قواتنا المسلحة ما كانتش تقدر تسمع نداء الشعب وما تلبيش النداء. وبعد محاولات من جميع الأطراف لإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وبعد فشل هذه المحاولات جاء البيان الأول للقوات المسلحة بتلبية مطالب الشعب. لكن الجماعة الإرهابية صمت أذانها عن أصوات الغاضبين ووسط أجواء ملتهبة وتصميم شعبي على رحيل النظام الإرهابي صدر بيان 3/7 واللي رسم خريطة لحل أزمات مصر. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد. الفرحة والسعادة غمرت جميع المصريين. وبعد طول انتظار اتخلصنا من حكم الجماعة اللي زرعت الإحباط وخططت لتقسيم البلاد وكادت أن تسقط مصر في دوامة الحرب الأهلية. بعد نجاح الثورة ورجوع مصر لأهلها بدأت مصر تقف على رجليها من تاني وبدأت مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء. لكن الجماعة الإرهابية وأعوانها أصروا على هز استقرار البلاد بعمليات إرهاب وتخريب واستهداف أولاد مصر من الجيش والشرطة والقضاء، وكمان استهدفوا المنشآت الحيوية. اتألمت مصر كتير من أعمالهم الإجرامية
لكن بين الألم والأمل مشيت ثورة 30 يونيو في مسارها وأجريت انتخابات رئاسية. ورجعت مصر لمكانتها الدولية من تاني، وامتدت أواصر وروابط المحبة مع جميع دول العالم، واستكملت ثورة 30 يونيو طريقها في ظل منهج متكامل لبناء دولة مصرية عصرية متطورة تمثل الجمهورية الجديدة. وقت ما مصر بتبني مجدها في ايد كمان بتحمي ارضها ومصممة على محاربة الارهاب وتطهير كل شبر من ارض الوطن، وحيفضل سلاحنا دايما لحماية مصر هو ارادة المصريين.